مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من العاصمة السوسية وبالضبط بعاصمة الرويس. كما هو معروف مدينة تشيرا دقائق قليلة قبل اذان صلاة مغرب اليوم، فالعشر الاخيرة من الشهر الفضيل اوشكت على النهاية. كما كتشوفوا بطبيعة الحال اخواني الكرام حركية وجلبة داخل شوارع مدينة تشيرا الجهادية دقائق قبل أذان المغرب. فاليوم غادي نحاولوا بطبيعة الحال أننا نقربكم من الأجواء الرمضانية ونشوفوا أيضا الحركية وأيضا نشوفوا الأجواء التي تسبق أذان المغرب. فبطبيعة الحال أنتم كتشوفوا إخواني الكرام يعني الناس تستعد من أجل وجبة الإفطار، فشهية طيبة لكل الصائمين أينما كانوا ولكل المغاربة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. بطبيعة الحال دائما في إطار هذه البرامج اللي كنديرو من أجلكم ومن أجل أن نشارك معكم كل الأجواء كل صغيرة وكبيرة هنا بالعاصمة السوسية مدينة أكادير. واليوم حللنا هنا بدروب وأزقة مدينة تشيرا لننقل لكم الأجواء التي تسبق ساعة الإفطار. فأنتم إخواني الكرام كما كتشوفوا فالناس بدأت يعني كتدخل المنازل ديالها استعدادا لوجبة الإفطار. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال والعبادات، ونتمنى لكل الصائمين أجر وذنب مغفور بإذن الله تعالى وبركته. فتقبل الله صيامكم بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله تكونوا من الذين يكتبون في صحيفة العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. فأنتم إخواني يعني الشوارع ديال تشيرا كتشوفوا يعني بدأت يعني ربما تخلو من المواطنين، لأن كل الناس يعني دخلت المنازل ديالها إدانا لوجبة الإفطار الرمضاني. أنتم يعني سكون يدب بين دواليب شوارع وأزقة مدينة تشيرا. فكنتمنى لكم رمضان مبارك، وبطبيعة الحال إن شاء الله تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير بإذن الله تعالى وبركاته. فمبقاش إلا دقائق قليلة ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب، وأيضا الناس يعني كتستعد بطبيعة الحال باش أنها تفطر إن شاء الله. أنتم كتشوفوا إخواني الكرام يعني الأجواء اللي كتميز يعني الأحياء الشعبية والمدن الشعبية اللي هي مدينة تشيرا اللي كتعد من بين يعني المدن العتيقة، وأيضا من بين المدن اللي معروفة بالأجواء الشعبية ديالها. فهذه هي الأجواء هنا بمدينة تشيرا في هذه العشرية الأخيرة من الشهر الكريم. فأنتم إخواني الكرام يعني الأجواء طبيعة الحال أجواء مميزة، أجواء لا يمكن أن نجدها في منطقة أخرى من غير تشيرا الجهادية. مش صراحة هيك الله
الآن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب، تقبل الله منا ومنكم الصيام وبالأجر والمغفرة يا رب. فأنتم ما كتشوفوا هذه هي الأجواء هنا بمدينة التيرة الجهادية، فصراحة أجواء مميزة، أجواء جميلة جدا. الله أكبر، يؤذن الآن لصلاة المغرب، الله يتقبل الصيام يا رب. معكم سلام.